ده من احلى المشاهد طبعا لما دخل شريف بقى. انا عايزه اقول لك انه قعد وقت متضايق مني بجد، بجد وحياة ربنا فجيت قلت له حمزه احنا بنمثل وانا مش مامتك، تفه ده تمثيل لا او بس موقف الرقص يا دينا عظيم يا حبيبتي. عظيم. ثانك يو. بدرة يعني عملت بدرة، الواجب وزيادة. بدرة جميلة بجد. اه هي جميلة اه جدا. انا حبيتها قوي، يعني تعرفنا على بعض اكتر في المسلسل، هي جميلة. بس انتي اصلا بتعرفي ترقصي كده ولا هي اللي علمت شوية يعني ظبطت ال لا هو كده، لو كده بعرف ارقص يبقى انا بعرف ارقص. ما انتي بتعرفي ترقصي. بس يعني ما فيش مقارنة، هي لا لا خطيرة. لا بدرة بدرة لا بدرة حتة تانية في خالص. مكان آخر، في مكان آخر. ده حقيقي.